السلام عليكم، معكم حنان السركي، اخصائيه ديال الحميه والتغذيه. دونك اليوم اخترنا لكم الموضوع ديال التغذيه وعلاقتها بالاقلاع عن التدخين. كما كنعرفوا بان التدخين عنده واحد الاضرار عديده على الجسم ديال الشخص، اللي كتاثر له على الجهاز العصبي، كتاثر كذلك على الجهاز التنفسي، كتاثر على الجهاز الهضمي، كتاثر كذلك على امراض القلب والضغط والشرايين. لذلك اخترنا لكم هذا الموضوع هذا باش يحاول الشخص انه نساعده على انه يقلع عن التدخين بطريقه اللي هي صحيه. والاقلاع عن التدخين، باش انك تقلع عن التدخين خصك تعرف اول حاجه شنو كيوقع في الجسم ديالك. اول حاجه الدماغ ديالنا كيتكون من واحد لي ريسيبتور نيكوتينيك. هاد لي ريسيبتور نيكوتينيك شنو كيديروا عند اي واحد في الدماغ ديالنا؟ اين فوا الشخص كيبدا انه يدخن، ديك لا نيكوتين كتمشي تلصق في دوك لي ريسيبتور نيكوتينيك، وكل ما كيدخل كميات اكثر كل ما كيكثروا لنا هاد لي ريسيبتور، وكيولي الادمان على التدخين. اضافه ان في الجسم ديالنا عندنا واحد الماده كتسمى لاسيتيلكولين. هاد لاسيتيلكولين شنو كدير؟ نورمالمون هي اللي كتمشي لدوك لي ريسيبتور، ملي كتلقى لا نيكوتين كتلصق فيها. وهاد لاسيتيلكولين شنو الدور ديالها؟ اي جهاز في الجسم ديالنا، اي جهاز سواء القلب سواء الرئتين سواء الكلاوي، اي جهاز في الجسم ديالنا، الجهاز العصبي الى غير ذلك، كتمشي له باش دير العمل ديالها. ناخذ مثال ديال الجهاز الهضمي. كما كنلاحظوا دائما بين الاشخاص اللي عندهم اللي كيدخنوا كيكون عندهم فقدان الشهيه. هاد فقدان الشهيه وكذلك فقدان الوزن، علاش؟ لعده اسباب. اول سبب هو انهم كيفقدوا حاسه الذوق، وكذلك حاسه الشم، حيت انه كيوليو يشموا غير فقط الرائحه ديال السجائر. بالنسبه لفقدان الشهيه، علاش عندهم فقدان الشهيه؟ تو سامبلومون حيت هاد الاشخاص هادو ملي كيكونوا كياكلوا مثلا، كتجيو مثلا واحد الشهيه شي شويه باش انه ياكلوا، المعده ديالنا كتفرز واحد الماده سميتها لاكغيلين. هاد لاكغيلين هي المسؤوله على الاحساس بالجوع. لكن ملي كيكون الشخص كيدخن كتولي واحد لا بيرتورباسيون، يعني واحد الخلل في افراز هذه الماده هذه، يعني يلاه كتفرز اوتوماتيكمون، كتفرز موراها لا ليبتين اللي كتحبس لنا الجوع ديالنا. مناش من واحد جوج الهرمونات اللي كيكونوا عندنا في ليبوتالاموس في الغده النخاميه، اللي هما هاد الهرمونات. عندنا واحد جوج الهرمونات، واحده سميتها لا بيبتيد ايغريك زائد لا بيبتيد اغوتي. شنو الدور ديالها؟ كتستيمولي لنا الشهيه، وكاينه واحده اخرى كتحيد الشهيه اللي هي لا بروبيو ميلوكارتين. هاد الهرمون هذا ملي كيحبس لنا الشهيه، كيفاش الشخص كيبقى غادي وكتنقص له الشهيه؟ كل ما كيدخن كميات كثيره كل ما كتنقص له الشهيه. اضافه اننا ما نساوش ان النيكوتين كطلع لينا من الميتابوليزم دو باز، يعني ان الشخص شنو كيدير؟ كيبقى يحرق السعرات الحراريه بكميات اللي هي مهوله جدا. علاش؟ لانه كتكون عنده التغذيه قليله، يعني ما كيدخلش الجسم ديالو، خصوصا ان الماكله ديالهم ما كتبقاش ماكله اللي كتعول على الخضار وعلى الفواكه ولا على الدجاج والاسماك، كيوليو يميلوا للحوم وقلت الحركه، وكيميلوا الناس السكريات، يعني كينساو اي حاجه اللي هي تغذيه اللي هي صحيه. كيف في هاد الاشخاص هادو شنو كيوقع هنايا؟ كيجيبوا كميه بسيطه من قليله من السعرات الحراريه اللي ما كتناسبش الحاجيات ديال الجسم ديالهم، وكيكون عندهم ارتفاع في الميتابوليزم دو باز، يعني كميه قليله من الغذاء من السعرات الحراريه وميتابوليزم دو باز اللي هو مرتفع. كيف في الجسم ديالو كيولي ديغرادي اكثر، يعني الجسم ديالو ما كيبقاش يخزن، كيبقى يبان لك الشخص غادي وكيضعف. وهنا كنهضر بالخصوص على الناس اللي كيكونوا عندهم داك التدخين كرونيك مزمن، يعني يقدر كياخذ حتى سجائر عديده 30 40 سيجاره في اليوم، وما كاين الناس اللي كياخذوا زعما واحد الكميات اللي هي مهوله جدا من السجائر. يقدروا الناس يطرحوا واحد السؤال يقولوا كاين بعض الناس واخا انهم كيدخنوا ما كيكونش عندهم فقدان الوزن، كيبقاو الوزن ديالهم زائد. هاد الناس هادو كيكونوا كيكميو بطريقه بايغو، يعني ماشي بزاف، ماشي كميات اللي هي كثيره. هنا كيف في الجسم ديالهم شنو كيدير؟ الدماغ كيفرز لهم لا دوبامين، وهاد لا دوبامين كتستيميلو لهم لابيتي، العكس ديال الاخرين اللي كيكونوا كيكميو بطريقه اللي هي مهوله جدا. وكما قلنا كل ما كناخذوا بزاف ديال السجائر كل ما لي ريسيبتور نيكوتيني كيطلعوا لينا كل ما كيكون الادمان اكثر. علاش؟ لان الشخص كل ما كيكمي بالنسبه له سيتون ساتيسفاكسيون، يعني انه كيحس بواحد الانتعاشه. علاش؟ كيتفرز لنا الهرمون ديال لاسيروتونين. داكشي علاش هاد الاشخاص هادو كيبليو اشاك فوا خصهم يطلعوا واحد النيفو اكثر من داكشي اللي كنتفرز ليهم قبل ديال لاسيروتونين، وكيجهلوا انهم راه كيكونوا هنايا كيضروا جميع الاعضاء اللي عندنا في الجسم ديالنا. حاجه واحده اخرى كتقل عندهم الحركه، يعني ما كيبقاش يقدر يلعب الرياضه، ما كيبقاش يقدر يدير ساعات مطوله العمل، كيفقدوا التركيز. كذلك كاين بعض الدراسات كيقولوا بان الشخص ملي عاد كيبدا كيكون كيدخن السجائر كتكون عنده واحد لا كونسونطراسيون اللي هي طالعه. ولكن ما نساوش انه كل ما طلعت
طلع نسبه الادمان على السجائر كل ما كتقل لا كونسونطراسيون، وهذا الشيء بالخصوص كيكون عند لي جون بحال دابا المراهقين اللي ولينا كنشوفو حتى هما كيميلوا بزاف للسجائر، اوتوماتيكمون كيبقى مع الوقت كيفقد التركيز في القسم، ما كيبقاش يقدر انه يدوز ساعات مطوله في القسم ديالو، ولا يقدر يحفظ الدروس ديالو، ولا يركز نهائيا. داكشي علاش شنو كنصحوا الناس باش اننا نتفاداو كاع هاد الاشياء اللي تقدر تضر الصحه ديالهم. اول حاجه باش الشخص يقلع على السجائر، اول نقطه اللي هي مهمه جدا هي لا موتيفاسيون، هي ان الشخص يكون اولا مقتنع انه باغي انه يقتلع ولا الاقتلاع عن التدخين، هذه النقطه اللي هي الاولى. ثاني حاجه التغذيه، علاش التغذيه؟ لان التغذيه كتجيب لنا واحد المواد اللي هي مهمه جدا، واللي شنو كدير كتفرز لنا حتى هي لا سيروتونين، يعني بحال حنا كن الجسم كنخدلوه كنديرو كنبينو ليه بان لا سيروتونين راه تفرزات بالسجائر، الوغ كو ماشي بالسجائر، هي غتفرز باغذيه. مثلا هاد الاغذيه بحال الاغنيه الغنيه بالتريبتوفان، التريبتوفان هذا كيساعد كذلك على افراز لا سيروتونين. فاش كيكون عندنا كيكون عندنا في الحبوب الكامله بحال دابا مثلا البلبوله، بحال لوغش الخرطال، بحال مثلا ياخذ الروس الكامل، بحال مثلا ياخذ لنا العدس كذلك حتى هو كيساعدنا على انه على افراز التريبتوفان. كاين كذلك عاوتاني المواد اللي كتجيب لنا السكريات، حيت ديما الشخص اللي كيبغي يقلع على التدخين كيبقى يميل عندنا السكريات بطريقه خطيره جدا. حيت علاش؟ حيت السكر كاين ادمان كذلك ديال السكر، وهنا ملي كنهضر على السكر ما كنهضرش على السكر الطبيعي، كنهضر على السكر المصنع، كيولي كيميلوا ليه بطريقه اللي هي كبيره جدا. علاش؟ حيت كيعطي لو ميم افي ديال السجائر. داكشي علاش ادمان السكر كيكون اخطر كذلك من ادمان على كسوا المخدرات ولا الكحول، وكذلك على السجائر. كيفاش شنو كنديروا؟ كنعوضوه بالفواكه، حيت الفواكه كذلك كتجيب لنا سكريات اللي هي مؤشر ارتفاع السكر في الدم كتطلعوا، ولكن في نفس الوقت بطريقه اللي هي صحيه، ماشي بحال السكريات اللي هي مصنعه. كيف هاد الاشخاص كنقولوا لهم يمتنعوا بتاتا عن ان ياكلوا السكريات المصنعه بحال دابا العسل اندستريال، بحال لا كونفيتور، بحال داك الحلويات لا باتيسري الى غير ذلك، كنمنعهم انهم ياخذوها. كذلك كنمنعهم على اي حاجه فيها الدهنيات المشبعه، كنمنعهم كذلك انهم يتناولوها بحال داكشي ديال كاشير ولي سوسيس، بحال الحاجه المقليه الى غير ذلك كنحيدوها لهم. كنطلبوا منهم انهم كذلك ياكلوا لنا المواد الغذائيه اللي غنيه بالاوميغا 3، الاوميغا 3 وهنا بخصوص الاسماك، ولكن نوع الاسماك اللي كنركزوا عليه بحال السردين، بحال الشرن، السمك الازرق اللي كيجيب لنا واحد النسبه مهمه من الدهون سورتو الاوميغا 3. كنركزوا لهم كذلك في التغذيه ديالهم على تناول اي غذاء كيجيب لنا لا فيتامين او ولا فيتامين سي اللي هما عباره عن مضادات اكسده باش يحاربوا لنا كاع دوك الميكروبات كما كنقولوا اللي يدخلوا للجسم ديالهم، داك الدخان اللي ولا لا نيكوتين اللي يدخلوها للجسم ديالهم كتساعدهم عن طريق مضادات الاكسده. بحالاش؟ بحال دابا تناول بكثره زيت الزيتون، زيت ديال زيت ارغان مثلا بحال هادو، كذلك تناول اللوز، تناول الكركاع، هادو كيجيبوا لنا كميات اللي هي مهمه من الفيتامين او ولا فيتامين او. بالنسبه للفيتامين سي حنا راه معروف عندنا هما الفواكه خصوصا الكيوي الى غير ذلك من بين الفواكه اللي هي غنيه جدا بالفيتامين سي. هذا فيما يخص التغذيه. النقطه الثالثه هي الرياضه، الرياضه مهمه جدا، الرياضه حتى هي كتساعدنا على افراز السيروتونين. يعني شنو كنطلبوا من هاد الناس؟ كنطلبوا منهم انهم يديروا لنا على الاقل واحد ساعه ديال المشي في اليوم، واحد ساعه ديال المشي في اليوم ضروريه جدا، كتساعدهم على انهم يديستريساو شي شويه، وكتساعدهم على افراز السيروتونين، وباش كيفرغوا كاع ديك الطاقه السلبيه اللي كتخليهم يحسوا انهم خصهم يديروا مثلا يدخن سجائر، كيخصو يفرغها في السبور داكوغ. وحاجه واحده اخرى، كاين بعض الاعشاب كذلك كتساعد على انها تساعد هاد الاشخاص انهم الاقلاع عن التدخين، مثلا الزعتر، الزعتره، كاين كذلك الحريقه حتى هي كتساعد على انها زعما تساعد الناس على الاقلاع عن التدخين، كاين كذلك عرق السوس كذلك حتى هو كيساعد على انه زعما هاد الناس هادو يقلعوا على التدخين. كاين الحبه السوداء كما كيقولوا حبه البركه، الحبه السوداء مثلا كنخلطوها مع العسل الحر، ياخذها كل صباح مثلا على الريق، كتساعد على انه زعما يقلع على التدخين. كاين كذلك تعود الارك، فوق ما كيحس الشخص مثلا انه عنده ديك لا سونساسيون انه كما كياخذ عود الارك كيبقى يلهي به راسو باش انه يديباسي داك المشكل ديال انه خصو يكمي. وكاين بعض الخلطات مثلا كاين اللي كيخلط مثلا كيقول لك تخلط الزعتره مع الحبه السوداء وتخلطها كذلك مع عرق السوس الى غير واحد معلقه معلقه منهم كاملين، وكتخوي عليهم الماء طايب ويشربها بحال انفيزيون طيله اليوم، فوق ما يجي العطش كيشرب منها هاد الكميه هذه.
داكوغ. هذا بالنسبه كيفاش هذا الشخص انه يقدر يقترح التدخين. كاين عاوتاني بعض الادويه كذلك اللي كينصح بها الاطباء، مثلا كيمشي عند طبيب مختص في العلاج بالادمان مثلا على المخدرات ولا على التدخين الى غير ذلك، كيمشيو كذلك يعطيهم بعض الادويه. وكاين عاوتاني دي سباتش اللي كيتباعوا في لي فارماسي حتى هما كيساعدوا على ان هذا الشخص هو يقلع التدخين. ولكن من هذا الشيء كامل واخا نقولوا هذه المواد كامله شنو كيصلح وشنو كيصلح، الا ما كانش الشخص عنده لا موتيفاسيون انه يبغي يقلع التدخين راه ما يمكنش يقلع التدخين. داكشي علاش حنا كنركزوا على جوج النقط المهمه، التغذيه، ثلاثه النقط بيضو، التغذيه والرياضه اضافه الى الرغبه في اننا نقلعوا على التدخين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.